Med Radio. Med Radio. واحد المناسبة اللي تشرفنا بزيارة السيد الوالي والوفد المرافق بما فيه السيد رئيس الجهة والسيد رئيس جماعة العيون من أجل تدشين وافتتاح هذا المستشفى الميداني. هذا المستشفى اللي كيتوفر على 128 سرير، هذه 128 سرير فيها 16 سرير تاع العناية المركزة اللي ممكن تقدر تولي 32 سرير نتاع العناية المركزة، ولكن لا قدر الله وكانوا حالات أكثر هذا المركب الصحي يقدر يولي كامل عناية مركزة، وهذا كيعطينا واحد المتسع من الإمكانيات باش نعالجوا الساكنة نتاع الجهة في حالة ما كانت شي موجة ثالثة. دونك اليوم هذا المركب تم تجهيزه بمجموعة من الأجهزة اللي هي تجهيزات ذات جودة عالية اللي كلفت ميزانية وزارة الصحة 32 مليون درهم. الحالة الوبائية اللي هي مسجلة في هذه الأسابيع القليلة الماضية وفي هذه الأيام هذه هي حالة وبائية مستقرة وجيدة جدا، ولهذا من أجل الحفاظ على هذه الحالة الوبائية خص جميع ساكنة العيون وجهة العيون ينخرطوا في عملية التلقيح. اللي مازال ما تلقحش يلتحق بأقرب مركز للتلقيح. المراكز هي موزعة على مستوى الجهة ككل وهي قريبة من جميع المواطنين، وبالتالي الناس اللي مازال ما تلقحوش خصهم ياخذوا الجرعات ديالهم الضرورية، لأن ما بقاش لنا بزاف وغادي نوصلوا للمناعة الجماعية.